بس كان من احلامك انك تكوني دكتوره، وبعدين اكتشفتي عدم قدرتك لا على على تحمل. الاطلاق مش هقدر امتى اشوف. خدت قرار ان انا لا لا مش هبقى دكتوره؟ لا هو اخدته من قبل ما اكون، يعني من قبل ما اقرر اني هكون ممثله، انما اتاكدت ان انا ما كانش ممكن اكون دكتوره لما شفت اللي كان عنده مصران اعور ده هوت، كنت ولقيت بتصوري فيلم اعتقد، كنت بصور فيلم الانسان يعيش مره واحده، تمام، ودخلت المفروض ان انا دكتوره امتياز، ودخلت في عمليه مصران اعور، شفت المشهد خلاص قلت فجت حاله بجد، فطلبت من الدكتور اني اخش من فضلك بس عشان اعرف امسك المشرط وابقى يعني جاهزه وعناية تبقى عامله ازاي وبتاع. قال لي هتقدري؟ قلت له اه طبعا طبعا انا بس همثل. انت قابله للايحاء؟ يعني ممكن انا اتكلم في حاجات كده فاوحي لك بيها فتصدقيها؟ يعني سهل. لا ممكن اصدقك بس انك تطلع في الاخر بتضحك عليا ده وضع تاني. مش عارف.